نذهب إلى موضوعنا، مصارحة المريض بحقيقة مرضه ووضعه أو إخفاء هذا الأمر. جدل مستمر في الأوساط الطبية لسنوات طويلة، مع أنه المفروض ما يكون في جدل بهالنقطة، ولكن حتى العام 1980 لم تكن التشريعات الأخلاقية للجمعية الطبية الأمريكية تنص على التعامل بصدق مع المرضى. بعض الأطباء كانوا يتحفظون على قول الحقيقة لمرضاهم، خاصة إذا كانت نتائج الفحوصات غير سارة، على أساس أنها قد تسبب إحباطا للمريض. اليوم يعد التواصل الجيد مع المريض مهارة أساسية عند الطبيب، وأصبح الصدق مع المريض والنقاش حول وضعه الصحي بصراحة هو الشائع. لكن كيف تتم مراعاة الحساسية عند توصيل الأخبار السيئة؟ كيف لا يبدو الطبيب ذلك الوحش الكاسر؟ هل هناك استثناءات ينبغي وقتها حجب الحقيقة عن المريض؟ نقاشنا اليوم في وقفتنا الصحية. أعباء العمل الهائلة والإجهاد قد يقف عقبة في منح الطبيب تركيزه الكامل للمريض. مؤسسة القلب البريطانية وضعت بعض الأسس لتحسين عملية التواصل مع المرضى، نستعرض منها. أولا، الاستماع الجيد إلى المريض ومخاوفه يقلل توتره ويشعره بالراحة والقدرة على طرح الأسئلة بحرية. ثانيا، يجب أن يشارك المريض في اتخاذ القرار فيما يتعلق بالخيارات العلاجية ونتائجها المتوقعة ومناقشة المخاطر والفوائد المحتملة وطلب توضيح كامل حول وضعه الصحي في كل مرحلة. ثالثا، توثيق الجلسات مع المريض وتبادل المعلومات مع الآخرين في فريق الرعاية الصحية. هذا من جهة يساعد في تسهيل مشوار العلاج، ومن جهة أخرى لن يحتاج المرضى لمشاركة قصتهم وأعراضهم مرارا وتكرارا. أخيرا، من المهم أن يشعر المريض بأن الطبيب متاح، يستطيع الوصول إليه والاستجابة لاحتياجاته، خاصة في الحالات العاجلة. على العموم، سألنا الناس في الأردن وفي السعودية متى ينبغي للمريض معرفة حقيقة مرضه ومتى من الأفضل عدم مصارحته. لنتابع الإجابات. ترجع لنظرة الدكتور نفسه، إذا شاف المريض قدامه يتحمل، مثلا صغير بالعمر أو كذا، يصارحه بالحقيقة. لكن إذا شافه تعبان وزلمة كبير وأعصابه ما تتحمل، لا والله يفضل أنه ما يصارحه. هو لازم من أول ما يكون مريض لازم يعرف إيش مرضه وإيش اللي فيه، هذا ما في أدنى شك. يعني لازم يعرف أنه إيش حالته المرضية، ما في شيء تخباي أول عن آخر، بده يعرف. يتقدم المرض يا لا سامح الله ويكون يعني خطير وبالنهايات الأخيرة ويأثر على حالته النفسية، ما نخبره، لأن هذا يصير عكس، يبدي يقلق المريض ويبدي يتخوف من المرض ماله. إذا كبير بالعمر مشان نحافظ عليه وعلى صحته وعلى سلامته، ما نخبره بالمرض اللي هو فيه، وإذا أنه شاب صغير يعني نقدر أن نواجهه ونقول له على أساس أنه يلحق يتعالج ويدارك الأمور كلها بإذن الله تعالى. والله من المفترض أن المريض يعرف المرض من البداية، يعني يتجنب الأشياء اللي هي مسببة للشيء هذا. بالنسبة للمريض متى أفضل وقت يعرف مرضه؟ في من بدري، يعني علشان يكتشفه من بدري ويعالجه من بدري قبل لا تتفاقم عند الأمراض. كشف مبكر له دائما، يعني كل فترة سوي كشف كامل لجسمك. الأفضل والدكاترة اللي ينصحون فيه إنه كل 3 أشهر المريض يسوي له تحاليل شاملة ليعرف وش المرض عنده. عندما يشعر بها، عندما يشعر توجه إلى الطبيب كشف، يعني يتوجه للطبيب أحسن ما يزداد المرض، تزداد الحالة أكثر من حالة. كل 6 شهور يعني الواحد يعمل
كشفيات، يشوف نفسه، يعمل فحوصات، يتأكد إذا في شيء. سبحان الله، يعني للمرأة وللرجل بشكل عام. يعني من اللحظات الأولى، من أول ما بحس إنه في شيء غلط صراحة، بحق له إنه يعرف لحتى يعرف كيف يتعامل مع المرض، ويحاول يغير أسلوب حياته ليتماشى مع هذا المرض وما يسيء مع الوقت. تنضم إلينا في الاستوديو الاستشارية النفسية لمى الصفدي. أهلا بك معنا لمى. صباح الخير. صباح النور. يعني على الزهر بيقهر قهر يقولوا صح؟ طاقة إيجابية صباحية. طيب يعني الموضوع هذا صراحة جدا شائك وكثير صحيح. ناس تضرروا منه. صحيح. الطريقة والأسلوب في التعامل مع المريض من قبل الطبيب أو الأخصائي أو الشخص يعني المختص، يعني كيف هي مهمة جدا لنفسية المريض أيضا واستقبال أكيد. الخبر أكيد. نحن بنعرف بأنه العامل النفسي هو جزء من الشفاء بعادل الأدوية. تخيلي إلى أي مدى، يعني لما الإنسان يكون عنده إرادة وبيئة داعمة، هو قادر على أنه خلايا جسمه ترمم وتكون فعلا هي تعطيه هذا حالة الشفاء. لهالدرجة العامل النفسي جدا مهم. في السابق كانت النظريات النفسية بتقول أنه لا، نخبي عن المريض وبس منخبر العائلة، ولكن حاليا النظريات الطبية والنفسية بتروح لأن لا، لفكرة المواجهة بأنه هو الأفضل. وحاليا حتى منشوف كلياتنا أي طبيب منروح لعنده أحيانا ببالغ بشرح الحالة الطبية بشكل مباشر وصريح، وبحط لنا حتى الأعراض السلبية كلها اللي ممكن تكون. يعني أحيانا ممكن نحس أنه الكلام صادم، ولكن صاروا يعتبروا أنه هاي النظريات هي بتعطي مصداقية أكثر للمريض، فبالتالي هو بتكون الصورة واضحة وصريحة بالنسبة له. يعني مثلا لو كان عنده جلسات علاج، فبيقولوا له أنت عندك 4 جلسات علاج، مثلا 5 جلسات أشعة فرضا لو في، فبيكون بشكل كامل وصريح وليس غامض. لما هذا يدفعني إلى تساؤل الفرق بين شاب في مقتبل العمر أو فتاة وبين ربما شيخ أو كبير صحيح. في السن، من يتحمل المصداقية من قبل الطبيب؟ البعض يقول بأنه من الممكن أن الصراحة هذه قد تجعل المريض ينتكس أكثر صحيح. خلاص يفقد الأمل. صحيح. أولا نحن بنعرف في شيء اسمه المناعة النفسية. المناعة النفسية مثل المناعة الجسدية، وهي ممكن تكون عند الشاب الصغير في العمر وعند الكبير. يعني ممكن كل إنسان فينا هي لا ترتبط في العمر، بالعكس أنت ممكن تكون تشوف شباب بأول عمرهم ولكن مستسلمين طيب. وأشخاص ممكن يكونوا بعمر متقدم ولكن عندهم طاقة إيجابية أو إصرار على الحياة. والعكس صحيح أكيد موجود. ولكن خلينا نحن نقول بأنه الطبيب لابد أنه يراعي المناعة النفسية. يعني هو لو بدأ بالحديث وحس المريض ليس لديه مناعة يعني نفسية، يعني كمان عن الذكاء العاطفي أيضا صحيح. والذكاء في التعامل مع والدعم. يعني أنا لو شفت هالمريض هو عايش لحاله وما عنده أي بيئة داعمة، يفرق على أني أنا لو شفت في أسرة كبيرة داعمة حواليه وفي ناس ممكن يساندوه نفسيا ويتابعوا الموضوع معه. فإذا هي أيضا بترجع لكل حالة على حدة ولشدة الحالة. يعني في فرق كمان لما يكون الحالة ممكن نحن نخبي فيها لأنه نعرف أنه هذا الشخص مثلا ممكن تنهار أعصابه، مثلا موضوع يتعلق أيضا بصحته هو كمثلا مريض قلب فرضا، فبالتالي العامل النفسي بشكل جزء. وخلينا نحكي أو في حال متطور أيضا عادل. يعني أحيانا نرى مختصين أو من يقومون بإجراء الفحص يعطوا التشخيص للمريض وما يستنوا الطبيب المختص أو الاستشاري صحيح. يعطي التشخيص صحيح. يعني يسبق الطبيب. هنا المهنية يعني هل من حقه المختص أنه يعطي تشخيص للمريض؟ شوفي أحيانا هو المريض بيكون مستعجل أكثر منهم. يعني أحيانا الواحد بيكون راح يعمل فحص بسيط فمن خوفه وتوتره بيصير بيسألهم هم أحيانا مبدأ المساعدة. لكن ليش بيكون غلط؟ لأنه أحيانا تشخيصه ممكن ما يكون منطقي. وكثير حالات زرعوا الرعب بقلوب الأشخاص، ولما هم يرجعوا للطبيب طمنهم بأنه لا، أنا اللي عم شوفه غير اللي هو شافه. لما صفدي مختلف. شكرا جزيلا لك. شكرا على كل هذه المعلومات. شكرا. صباحكم سعيد. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.